السلام عليكم. سوق السبت ديال جحجوح. سبت جحجوح اليوم السبت. اليوم هو السادس شهر 7، هذه 7، وقسمه هي الحراره 15 درجه وكاينش ديال شي شتيوى اليوم تبارك الله. السوق هو هذا. نبداو بالاغنام. السلام عليكم. كي داير سيدي؟ بخير. صحه لاباس؟ شحال خديت يا خويا هذا؟ 2500. 50000 ريال. 50000 ريال ثلاثه تبارك الله. غادي تطلقهم ان شاء الله؟ غادي يمشيو يسرحوا شويه وتعاود تردهم ولا تخليهم العام الجاي؟ خليهم ان شاء الله العام الجاي. العام الجاي اي والله. يطول العمر اخويا. الله يطول العمر. دان ها انتم، ها الناس شاريه الغلا. ها شاريه الغلا يعني من هنا العام الجاي الله اعلم ياك. يعني باين القضيه تكون حامضه العام الجاي. والله يسهل لكم اخويا. الله يجيكم التيسير. الله يجيكم التيسير تبارك الله. سي يوسف دابا غادي يديهم تام شاشات. قلتي له تام شاشات. والله يسهل عليك. الله يجيب لكم التيسير. شنو كيفاش هذا السوق ديال السبت؟ مازالين على برا. لا تيكون حتى سوق الدجاج تيكون هنايا، ولكن سوق الدجاج سوق ضعيف هنايا. تبارك الله. هذو طرفين زوينين. احمد يقرا. طرفين زوينين هذو تبارك الله زوينين. دو خداهم 53 هاك 2750 درهم. ماش خداهم هاد السيف. زوينين هادو بالنسبة لهاد الأسواق اللي شفنا. هادي خداها ب 85 هي ولدها 4250 درهم. أبو عبد الله مكناس. فين هما؟ هذا هذاك وهذاك كحل الراس وهذاك الكحل. جوج. شحال خديتهم؟ عطيناهم منهم هما خدوهم ب 112. عطيناهم 70 درهم بالمعاد. جاتهم 113 و 400 400. هو خداهم 112 5600 وانت عطيتي 5670. الله يجازيك. 70 درهم اللي دا معاك. الناس هادو اي والله يسهل عليهم. كل واحد ما يعيش هذا ما كان. الغلا ماشي من السبيبي اللي دايروا ولا الكساب. لا راه عارفين عارفين السوق. السوق كاين كاين حتى الغلا جابوا له. الله يرضي عليك. الغلا كاين النقص. كاين النقص. والله يسهل عليكم الجميع اخويا. الله يسهل عليكم. سيدنا محمد. يعني السيد دابا ها 5600 درهم دا معاهم 70 درهم اللي ربح معاهم. باعهم لهم ب 70 درهم ديال المعاش. 14% اللي دا بحال دا 700 في الخروف. 35 درهم اللي ربح معاهم. هادو عطاوه 81 اللي عطاوه في الوحده. كل وحده ولدها 4050 درهم. هذا السوق ديال سبت جحجوح. سوق صغير سبت جحجوح. شوفوا شويه الا كان شي حوالا غلاض. عطاو 70 3500 درهم اللي عطا. شحال بغيتي انت؟ 76. بغا 3800 تبارك الله. سنا الحليب. جايبتنايا. الله يسهل عليك اخويا. الله يجيب لك التيسي. حبه صغيره. بغيتي 80 عطاوك 77. 77 او 3850 درهم. بغا 4000. عندها الذكورة ولا؟ غير جوج ذكورة وثلاثة دنتوال. جوج ذكورة وثلاثة دنتوال. واش دايرين هما في السن؟ الجموع الجموع مزيان. الجموع مزيان؟ تبارك الله. الله يسهل. الله يجيب التيسير. الله يجيب التيسير. الراجل واخا اش عطاوك؟ عطاوك 50. شنو دايرة؟ الرباع والسداس وثلاثة مطيحين. رباعي وسداسي وثلاثة مطيحين. أما كاين لا دار لا والو. كلها قريبة. كلها قريبة. كلها جايبة الأولاد. كلها جايبة جايبة. شحال عطاو؟ 51 و 60 في التفريط. في التفريط عطاو 60. شحال بغيتي أنت؟ نقول لهم 70000. 70 في التفراد ولا؟ التفراد. وجملة؟ جملة قلنا لهم 65. 65. يلا عطاو 51. تبارك الله. مازال شويه الفرق. عطاوه 2550 غدا. انتم سمعتوا التفاصيل ديالها. تتبان كسيبه نقيه هذه.
ثلاثة مئة وعشرة مئة حل هذا البيض الطرفاني مئة وعشرة وهذا الوجوك حل مئة خمسة آلاف درهم عندما تيبان لي هذا اللي وجهك حل مقدر على هذا هذا سمين وقيل السردي لا وهذاك اللي من جهه الحيط 110 هذاك وقيل 40 لا غير سنه الحليب سنه الحليب تبارك الله ودار دوك القرون تبارك الله سنه الحليب تبارك الله كاين المعنو تبارك الله هذا اللي وجهه حمر هذا البرقي عطاو 90 والبيع ديالو 5000 درهم كاين حواله ملاح اللي بغى المليح راه تيكون حتى هنا في السوق ديال السبت راه تيكون المليح اللي بغى المليح عاود هذا السوق تبارك الله هادي عطاوها يا ولد عاودها تبارك الله واصل عطاوه 122 عطاوه 6100 درهم اللي عطاوه لا يجيب تيسير لا يسير طاو 46 طاو 2300 والبيع 2500 47 يا 50 درهم ديال الفرق اللي بقات الله يسهل عليك الله يجيب لك التيس هذا المسجد ديال السبت شوفوا جهه هذا الماعز 47 والبيع بغى 49 عطاوه 2350 هو بغى 2450 عندها انتوا جوالي عندها تبارك الله شحال عطاوك 36 تبارك الله دار الرمل هو علم وهذه الفريشه هذه تبارك الله عندها جديده هذه انتوا جديده جديده والكرش ماشي هي عاديه 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 والبيع ديالها شحال؟ تبعت ب 36 دونك هذه مزيان دونك هذه تبعت ب 36 تبارك الله نعم السوقاش ما غاليش بالنسبه للماعز اما الغنم غالي لا الغنم غالي بالنسبه اشنو دايره في السن هذه الجموع تبارك الله كلهم ذكوره كانوا اربعه دابا راه تبيعوا ثاني واحد خويتات بعتيهم انت ب 24 لواحد 23 باعهم ب 4150 ما شاء الله عطاوك 30 شحال بغيتي 36 باقي الفرق اولدي اش داير في السن؟ ولادي طلعت اه غيطلع اه تبارك الله هذا السوق ديال الدجاج كاين هنايا شحال تباع البيض اليوم؟ 35 35 باش باعوا البيض هذا عطاوه 19 عطاوه 950 درهم هو بغى 100 درهم موجود الخير الحمد لله اليوم موجود تبارك الله الدجاج موجود الخير موجود الخير الحمد لله شحال عطاوكم في ذاك البيض؟ 300 300 باش تبيع؟ باش تبيع؟ عطاو 300 شحال بغيتي؟ 400 هادو عطاوه 75 وبغيتي 80 الله يسخر لك الله يسهل عليك لا الفيومي هي فرارج هادو دايرين 40 درهم اه مازال صغار شحال عطاو؟ عطاوك 40 عطاو 40 درهم شحال بغيتي انت؟ 50 درهم 50 الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير الله يجزيك بخير الله يرحمه في يومي هذا في يومي وياه الفريان هادو بغاو 50 درهم فكوني فريخات زوينين موجود الخير الحمد لله موجود البيض موجود كل شيء يوم سوق زوين في
السبت ديال جهجور. أه؟ منين منين بلاصة؟ جري فينا بلاصة؟ لا فينا بلاصة؟ هي هنا هنا ديال جري كيلومتر من الهامس في الطريق في طريق حديت ميمون طريق والماس ما واصليش والماس من جري بشي كيلومتر اه هي من جري هي هذيك الطريق ما الحلو هذيك شحال كيبيع؟ 6 درهم 6 درهم تيكون ما كان بحال هذا جديدة انتم جريدة جديدة باقي لا تفوقاش حيدة هذه البارح 6 العشية دخلت انا بديت نحي ديال كنيس هذه تبارك الله لا ولكن محيتيها قلتي حيدتيها هي حيدتها شريتها ديالي دابا نعم اخويا نعم اخويا الله يحفظك اخويا زوينه زوينه هذه سلعه جديده اه لا جديده ما كاين لا مكياج لا والو لا زوين الا داكشي كله جات وحده فابور انا جات زوينه هي تغيث لي زوينه سميرها 120 يا الدرواش يا الدراوش الله يعطيك الخير 6 درهم ها البطيخ عطيو ابو عبد الله عطيو الناس المكناس الله يعطيك الخير اخويا الله يحفظك انا ابو عبد الله ديالنا بارك الله السوق ديال سبت جحجوح اليوم الناس الله يعمرها دار هاد الناس هادو 2700 شنو غادي ت ايامات وتردوا له حتى العيد ايامات هذا ماتا الله يسهل الله يسهل كاين دلاح شنو ما يقول دلاح دلاح موجود الخير عاود تبارك الله تبارك الله شحال داير اليوم؟ اليوم 100 درهم 5 دراهم منين جاي هذا؟ انا من حي ميمون اه هي حديت ميمون هذا تبارك الله ديال محسوب على زمور ماشي قروان لا زمور تبارك الله انتم مع الورقه ديالك هذا الشيء جديد هذا لا زوين 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 تبارك الله الله يسهل عليكم الله يجيبكم التيسير هذا الصباح مول البطيخ اللي داير البوز هي 37 دقيقه دابا وتنشنيش كاين الشتيوا مول البطيخ داير البوز السوق ديال الدجاج تبارك الله راه عامر كاين ما يدار هذا النهار كاين داخل الدجاج بالمعقول انا هبطو نكملوا الدوره ديالنا في السوق هذا السوق ديال الاغنام راني صورته لكم ما كاين الباركينغ هنايا الناس عاد تتحط مع الضباب هاد الشتيوا اللي صبحات هاد الصباح ندخلوا لداخل نشوفوا الخضره مالين السمك كاين شي وحدين سوق السمك باقي شويه مرخي باقي السوق ديال مكناس ما بدا كدايرين بخير اش داير البطيخ اليوم اخويا اش داير هاد الصفر تمام تمام 5 دراهم تبارك الله منين جاي هذا منين جاي قريب ولا بعيد هاد المنطقه اش منين شريتوه نتوما هذا ديال ايتازم تبارك الله فينا بلاصه في ايتازم تحت بوطيون تبارك الله الله يجيب لكم التيسير اخويا الله يسهل عليكم دجاج الرومي دجاج الابيض 17 درهم اليوم في السبت سبت جحجور انا سيان زوينه هذه 5 درهم مخير اليوم هذا ها مخير لا لا الليمون زوين داخل بارك الله كي داير اخويا بخير صحة موجود اخويا موجود ما تلاقيناش ما تلاقي الله يحفظك انتوما واقيلا اللي طولتي العيد واقيلا ها درتي عطلة طويلة هاد العام الله يحسن العوان اخويا الله يجيب لك التيسير الله يجيب لك التيسير اخويا الحمد لله الله يحفظك اخويا شكرا لا بخير بخير عندي شي متتبعين من داك الشيء الفن الحمد لله الحمد لله بنادم هي تيحط التعليق تتعرفوا باللي راه صحيح ناشط بخير وعلى خير امين يا رب العالمين امين يا اخويا شحال داير اليوم العصير؟ العصير اسيدي هذا ماكله وعصير ماكله وعصير تبارك الله مثلا اللي بغى ياكلوا بحال النبيل ياكلوا اه يبغى يعصر يعصر لا لا راه ما مزيان السكر ما مزيانش راه تيخسر كل شيء راه ما بقى يستافد حتى حاجه الا دار السكر تتولي المضره اكثر من المنفعه يعني تيتسمم ما عندك اه شحال داير 100 درهم 5 درهم كنجيبوه من الفيرما اه من الفيرما جبتيه اه ماشي من لاكريي ماشي من لا ما عندناش فين كاين مالين القرو هنايا
كيجيو الصباح بكري هنا. تيجيو الصباح بكري. نشوف نطلر بان لي شي وحدين نعاود ناخذ شي فكره على الاثمنه الجمله. وليني سلعه زوينه، سلعه زوينه، سلعه مخيره. هذاك هذا نيت، هذا كما قلتي هذا ديال الماكله، هذا ماكله هذا. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. شكرا، مازال صايمانه دابا. الله يسهل عليك، الله يجيبك التيسير، الله يجيبك التيسير. شو تبارك الله. عندك مطيشه؟ اي تبارك الله. شحال دايره اليوم مطيشه؟ ثلاثة دراهم، 60 ريال، 60 ريال. 50 60 جوج دراهم. 50 باش مشريه تباع ب 60 70. الله يسهل عليك. ولكن زوينه، فنه فنه هاد مطيشه. مطيشه بارك الله. بطاطا الخير مولانا. تبارك الله. هاد النهار هذا الضبابه تبارك الله. دابا هاد الضبابه ما صالحاش، ما صالحاش للفلاحه. بالنسبه للفلاحه، الفلاحه ما صالحاش، ما مزيانه. لا كدير الامراض الميلديو. لمم. عندك العنب، الدانية، عندك البصله، عندك البطيخ، عندك جميع انواع الشجر كامل. دابا الشجر ما مزيانالوش هاد الضبابه، ما مزيانالوش. حنا كنقولوا زعما راه الجو مبرد، راه الجو زوين. زوين البنادم، زوين البنادم. الفلاحه ما زوينش. تبارك الله. الفلاحه ديال السقاص شتا تبغي؟ كتبغي الحراره باش كتنور، باش كت تديرش الامراض. بعض الامراض فاش تكون الحراره ما تديرش، ما تديرش الامراض. شحال دايره بطاطا اليوم؟ بحال البيضاء بحال الحمراء. 4 دراهم. والخيار السي عبد الله 8. سلاوي 8. فكوش هاد القريعه زوينه، هاد القريعه منين جايه؟ فنه هيد البلاد. خيزو هادي سانتا روزا، هادي شحال؟ 12 درهم. مطيشه وهادي 3 دراهم، وهادي 3. والفلفله 5. هاد البطيخ 0. زوين هذا، باين زوين. بارك الله. الله يحفظك السي عبد الله. بارك الله فيك. شكرا اخويا. الله يكرمك. الله يحفظك. على خير. كنسلم على الجميع، على الجميع كامل، على قولك. الجميع وجميع المغاربه وجميع واللي قاطعين الواد، اللي قاطعين البحر. البحر الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. شكرا استاذ، الله يكرمك. الله يحفظك. هذه مطيشه فنه، هذه الجرده. ها قادير. شحال خديتو الصندوق؟ 100 درهم الصندوق. هي التقسيطه تكون ب 80 90. تبارك الله الفن. هذا الاول 100، دابا توجيها كتمشي ب 5 درهم، من بعد تهبطوها 4 درهم. هذه 13 بداو ب 15 يكملوا ب 13. حيت دابا في الاول الانسان تي هنا في المغرب راه تاعكم عارفين تيعزلوا، تيعزلوا تيبداو يعزلوا. شو كيف داك التوجيه الاولى كتمشي بثمن مزيان، من بعد كيهبطوا الاثمنه. هاد السلاوي والقريعه 8. لاريكو 15 ولا طلعت. بنجال 3 دراهم. 3 دراهم. هذه بصله حمراء زوينه، هذه فنه هذه البصله. شحال؟ 4؟ 5 4. بطاطا دايره 4 دراهم. وجود الخير تبارك الله. تبارك الله. العنب 10 دراهم. لا لا ما بينيش وبينهم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما غاديش، ما غاديش نخلصوك، غادي نخلصوك. الشوا غروه عندي دماغ. شحال كتبيع؟ لا اخويا اليوم داير 100 ريال 80. 560. وعندنا الحلاوه. الله يسهل عليك. الشوا غروه، الشوا غروه. تبارك الله. مليح مليح. لهني زوين هاد الله. فن. حلو. رجال كبيره. هذه راه مطيشه اليوم
أربعة لاريكو لاريكو 12 12 تبارك الله. هذه زوينة هذه البطيخ حلوة ها؟ شحال واصلة؟ واصلة 7 دراهم 7 أنا هذيك الفاليون تبارك الله. القريعة؟ القريعة 7 دراهم 7 هي والسلاوي 7 دراهم. تنجان؟ تنجان 5 دراهم 5. خيزو؟ خيزو 4 دراهم 4. والله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسير. كيلو فلفله غاليه اليوم؟ فلفله 5 دراهم 5. الربيع تبارك الله الخير. منين جاي هذا الخير هذا؟ التعاونيه. اش من تعاونيه؟ فيرما الدوني تبارك الله. هي من السبت هذا الشيء ديال السبت هذا الشيء تبارك الله. شحال كتبيع الربيطة؟ 50 ريال 50 ريال شو قداش بلطة كبيرة بانت لي. تبارك الله تبارك الله. والباربا؟ 60 3 دراهم. منين جاية حتى هي مفيرمة الدوني؟ ها؟ تعاونية سليمة. تعاونية سليمة تبارك الله. هي هنا قريبة 5 كيلومتر وقيلة. اي 5 كيلومتر. وليني فنان فنان داكش ما الحلو تبارك الله. تبارك الله. النعناع حتى هو من تما؟ شحال هادي؟ جوج دراهم؟ 30 درهم ونص. تبارك الله. اش رايك اليوم؟ اليوم دق دق فلاح واكل الدق. باش كيلو حسن هاد السلعه ما دايره والو. انت كتضرب مصلي الغله عرفتي البطاطا باش عمشري هذيك 500 هي كتباع ب 80 ريال 4 دراهم وهما حاسبين لنا ب 500 ريال الكيلو. الزريعه ب 500 الكيلو تباع ب 80 تباع ب 4 دراهم. شحال غيعطيها الكيلو؟ وليني كيلو د الزريعه شحال تيعطيك البطاطا؟ ستة كيلو. ستة كيلو. إلا مقابلة مشعل. إلا مقابلة. إلا مقابلة ماشي خاسر. دابا إلا خاص يحلوا التصدير وقيلة. خاصهم يحلوا الطريق التصدير البصلة هي. البصلة طايحة على الراجل ب 8 مليون كيعطيوه 5. طايحة عليه ب 8 تيعطيوه 5. تيعطيوه 5. صار بصلة هي مكركراش كل يوم غايشريها. وا هانتوما تسمعوا كلشي كيش دابا تموت عليها غير خليت الثلاجه عامره صاحبي قد الثلاجه مشرجيه الله يرحم الوالدين. يلاه حتى الى ما تسيبها الى ما تخلي الثلاجه عامره دير ديال هذيك هاك تعم ضربه وليدي البصله راه طايحه 100 على مواليها. اه بشحال بعتي البصله؟ جوج دراهم ونصف. جوج دراهم ونصف الله يعطيك الخير. ديرها ميني ونصف 50 ريال 50 ريال تبارك الله تبارك الله. خضره رخيصه الخضره موجوده الحمد لله الحمد لله. مطيشه بشحال؟ نعم اثمنه مناسبه الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك سيدي الله بارك الله فيك. با مولود الله يحفظك. شحال شحال البطيخ؟ سوق حديت ميمون حتى هو تبارك صغير تبارك الله. هذا قلتي لي 6 دراهم وليني عسل تبارك الله. لا عسل الله يعطيك الخير. وهذا العنب 12 درهم ونص 250 ريال 12 درهم ونص. لا لا ولكن هذا فن. لا حلول لا باين. مرحبا كل. الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير. هذا فن. كل حسن مرحبا. هذا الكحل تيبان لي احلى من هذا. بحال بحال في الحلاب بحال 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 بحال. هذا السيد مشهور مشهور بأثمنة مزيانة مشهور ب الناس اللي تيكونوا معروفين. نعم الديسير اللي باقي شويه اللي فروي باقي شويه غالي. هذه فيكتوريا اسادي. هذه فيكتوريا فيكتوريا فيكتوريا. هذا ماتشي باريري ماتشي باريري ماتشي باريري. سميات ماتشي باريري. وهذه فيكتوريا عندك الربح. لا سانسو هذا لا لا ما بداش.
شحال داير في الثمن؟ 12 درهم تبارك الله. شوف هذا الخير هذا تبارك الله. وهذا ديال المنطقه هنا ديال اكوراي. جيت بوت حمريت فنان. ديال اكوراي راه اغنياء لاباس عليهم. الله يسهل عليهم اخويا، الله يسهل على كل واحد. تومور كي داير اسيدي بخير؟ كلشي كيخرج داك الخروف اللي ياك انا اللي شريت لك. اييه وغالي واخا غالي ما بيش. ويلي لا لا يوريك كي ولا من مور ذاك شتي ذاك الحولي اللي ديته ب 86 الا بقيت عاق ياك 86 راه من مورا كتباع اخويا ب 100 هذاك. اييه تراك ديتي قبل مازال شويه مازال ديك الطلعه الخايبه ما وصلتيهاش. الحمد لله. لا لا انا شت السوق هذاك راه كان قال ثمن مزيان يعني نسبيا. كي داير صاحبي؟ بخير اسي عبد العالي. اش داير التمور اخويا؟ هذا فن هذا. هذا الفن. شحال ليبيا؟ شحال داير؟ شحال داير؟ 30 درهم تبارك الله. اش اخر؟ هذا 18؟ لا 16. هذا 16 320 وهذا 14 280 تبارك الله. القرقع شحال واصل اليوم؟ 75. القرقع 70 درهم 70. الزبيب هذا 50 درهم. اللوز 80 درهم. الطيب 100 درهم. المقلي هو هذا المقلي. الحمص 30 درهم. 30 هذا 40 40. والله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير. كي داير سي مصطفى؟ لاباس بخير صحيح. على كي داير اخويا السوق؟ اخويا غالي. ايه كاين الغلا؟ كاين الغلا. لا في الخروف ولا في الغلا، لا في النعجة ولا في كل شيء. قليلة الكسيبة. كسيبة قليلة. قليلة الكسيبة. كسيبة قليلة، ها انتوما تسمعوا. والماعز كي داير؟ الماعز. الماعز ما كاين قليلة حتى هي. قليلة حتى هي، قليلة. هذاك الشيء اللي شفت ميمون ما لقى ما يشري هذا النهار. لا 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 ما كاينينش. والو ناقص ناقص. كي داير سي نور الدين؟ الله يبارك فيك. كي داير اخويا؟ صحة. كي داير السوق ديالكم اخويا؟ ها؟ كاين شي أثمنة مولا كدير هذا الشيء على يديك مطحون هذا الشيء على يديك؟ ها؟ علي علي تبارك الله. معروف الاخ نور الدين يعني بالجوده وبالمعقول، يعني معروف في السوق ماشي مشهور تبارك الله. كلشي عنده هذا الشيء ديال طبق قالت، اللي بغى هذا الشيء ديال طبق قالت، اللي بغى حتى العطريه يعني ما مطحوناش يطحنها على يديه مرحبا كاينه كيديرها تبارك الله. شحال دايره الثومه؟ بدات تطلع 45 50 تبارك الله. الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير بارك الله. السلام عليكم. كي داير بخير؟ صحيحة؟ كاين طحين تما؟ هذيك 10 كيلو فورس، شحال دايرة؟ نور الدين شحال الفورس 10 كيلو؟ 10 كيلو ديال الفورس شحال؟ 740 37 درهم. هذه 740 الحرش تبارك الله. وديك شروق ديال سميتو شروق شحال نور الدين؟ الحرش والرطب 80 درهم. فيها هذيك شحال فيها؟ 90 25 كيلو هذيك 25 هذيك 25. والله يسهل عليكم. سي نور الدين عنده كل المناضه، انا ما تنبغيهاش وما تن قول لي سي نور الدين هذا الشيء القطاني عافاك العدس بحال هذا شحال داير؟ هذا العدس خلاص هو بلدي داير شي 20 درهم 20 درهم تبارك الله. الحمص؟ الحمص داير شي 360 18. البيصاره؟ 13 درهم 13 تبارك الله. اللوبيا؟ 20 درهم 20 درهم 20 22. وهذه الجلبان هذه البيصاره؟ 13 شعريه عنده كل شيء تبارك الله. حمصه كل شيء كاين في السوق. الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير سي نور الدين، الله يحفظك. هذا
قلت راك قلت بالي واحد لا ما درتش. شي لوبال كاين تبارك الله ما يدكش. شحال؟ 30 درهم. 30 درهم الصباط. اللي بغيتي 30 درهم تبدي لها 30 درهم. الله يسهل. كلشي يلبس. عاش الملك المولينا مخير. امين الحمد لله. كلشي عندنا. الحمد لله. الله يحفظك اخويا. هاد المكانه ما محققش اخويا هاد المكانه. اخويا عبد الله الحاج خصها تحقق اخويا. هذه يلاه 38 عاد اخويا مازال الحال. مازال كيداير انت مزيان؟ امور مزيان صحة. خيبتي علينا اخويا. الله يحفظك اخويا. لا لا راه تلاقيت سي عبد العالي. سقسيتي فيك الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله تبارك الله عليك. الله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسير. علينا وعليك ودي سي عبد الله. بخير كلشي مزيان. تبارك الله عليك اخويا. انا كتعجبني بالحطه. كتعجبني داك الشيء فن زوين اخويا. الله يسهل عليك. الله يجيبك التيسير. الزيتون 30 30 درهم. كله بالعظم بالعظم. خلط خلط وصافي. الله يسهل عليك. الله يجيبك التيسير. تبارك الله تبارك الله. بسم الله. الحطه عند السي زهير تبارك الله. هذا الفن. ها البصله. بارك الله تبارك الله. انت سي زهير الزرهوني هذا شحال دايره سوريز؟ 5 درهم سوريز. وقريعه؟ 7 قريعه زوينه. اللفت باقي غالي ولا هبط شويه؟ شحال؟ 8 درهم تبارك الله. خيزو؟ 4 لاريكو؟ 12 اليوم غاليه لاريكو تبارك الله. وهذه القريعه الحمراء؟ 8 هذه ماشي من عند عبد الله ابو الحياه؟ لي فلاكري من عنده بارك الله. والديسير اش داير؟ هادي شحال؟ 10 تفاح 20 درهم. تفاح دار السنان هاد الايام. تبارك الله تبارك الله. قول لينا كي دايره الخضره هاد النهار؟ موالمه. الديسير اللي غالي. الديسير غالي. هاد السويله شحال دايره؟ 8 درهم. 8 مشماش غالي خلاص. 17 هادي سانتا روزا 12 البطيخ الصفر 8 والخضر 8 بحال بحال والعصير 5 دراهم. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير اخويا. الله يعاونكم الله يعاونك. حطة زوينة عند الأخ زهير هذا. السي زهير الزرهوني معروف هنايا. السي عبد العالي تبارك الله. انا ساكنين هنايا كيبيتو هنا. انا جيت مع الظلام في العام خويا مستفى. ايه حاطين مع الظلام. تبارك الله. اش داير الدلاح اليوم؟ الدلاح 5 درهم. 5 تبارك. هذه فنة هذه. هذه خديت منها البارح من داك الشيء. شحال دايره؟ 8 درهم. 8 بحال 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 الخضرة. بحال بحال كاملين السويلة. السويلة كلها. والتفاح؟ التفاح داير 25 درهم. 25 ديال برا ماشي ديال المغرب. ديال برا ماشي المغرب. ما بقاش التفاح ديالنا. لا ها؟ كاين واحد حتى هو بحاله في الثمن. ديال المغرب. تبارك الله. فيه الكسور عاد. والبنان؟ البنان داير 17 درهم. 17. بحال 25. 25. أخي عبد العالي كيجيب جميع أنواع الديسير. لافوكا شحال دايرة؟ شي 948 درهم. المونغ؟ المونغ داير 25 بالكيلو. هذا رخيص. هذا هذا البلاد. هذا شحال داير؟ 7 درهم. هذا وهذا 12 درهم. هذا الشيء العنب 13 درهم. اخ عبد العالي تيجيب داك الشيء زوين تبارك الله تبارك الله. ديال هذا منين سي دال التازي؟ تبارك الله. مغرب عند ولاد جلود تبارك الله. حتى ما تنطالب
كي داير سي حميد؟ بخير صحة. الله يخليك اخويا ديما ضحك. الله يسترك. الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله. ضروري خصك تضحك. ضحكوا راه واحد شحال تيعطي الفلوس باش يضحك. والله العظيم الا تيخلصوا الاموال الطائلة وما تطلع لهمش الضحكة. ضحكوا ما تطلعلوش والله ما تطلعلو. الله يسهل عليكم اخويا. الله يجيبك التيسير. الخير مولانا تبارك الله. أربعين درهم توما هي زوينة توما 40 درهم. وينك تصورنا أنا وديرك تسيف حنا نمشيو. بارك أخويا الله يجيب لكم التيسير. شحال دايرة كرة الحمراء اليوم؟ 8 درهم مكور؟ 4 درهم. قول لي القطاني عافاك واحد السيد كان سولني على القطاني. شحال داير الحمص؟ 20. لوبيا؟ 20. العدس؟ 16. والبيصارة؟ الفول و 14. كاين الفول والبيصارة من الأحسن تخلط الفول مع الجلبانة. الله يجيب لكم التيسير. شحال باعوا هادي؟ 40 ريال. 2 درهم جملة. بالصحة والراحة. بارك الله. اش دايرة لا ريكو اليوم؟ 7 دراهم. 7 دراهم مزيان. الله يجيب لكم التيسير بصحتكم وراحتكم. الله يعطيك الخير اخويا. شكرا. نعم وريها شنو كاتب؟ عاش الملك. وري دور دابا لا الجهه الاخرى. هاي عاش الملك. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. شحال دايره باطا؟ اصبر عندك. اصبر انت تسرع الطريق. حايد من الطريق. طاطا 4 دراهم. 4. الله يجيب لك التيسير زوينه مليحه. كي داير سي مصطفى؟ بخير. بخير اخويا. المليح ديال البلاد. تبارك الله. هادي راه السلعه ديال البلاد. منين هادي ديال البلاد؟ ايتيادي. وا زمور. زمور. زمور اخويا الخميسات ايتيادي. تبارك الله. انا. تبارك الله. قول لهم راه كاين الجوده دبر الدلا. لا نشوف اجبد اخويا عاد نقولوا. انا ما كاين اجبد وندوقوا ونشوفوا. مليح. انا مليح. بارك الله. انا مليح ديال الدلا. هذا دار بال 20. هذا ما كاين غير 20 الفوق. كاين 20 وكاين كاين وكاين كدو ال 20. كاين فوق ال 20. انا تبارك الله. مليح مرمله ومليحه. مليح. خيرات. تبقى غير مليح. تبارك الله. هذه السلعه ديال البلاد. المذاق 6 دراهم. 6 دراهم. تبارك الله الخير ب 6 دراهم. مليح المليح. مليح اخويا الرقه. هذا الشيء تبارك الله عاوتاني نتاع الاغطيه نتاع لي كوفر لي ريدوت كاينين هنا. كاين 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 زعما داك الشيء اللي بغى داك الشيء الزوين عاوتاني هنا. من عند هذا الاخ حسن هذا تيجيب داك الشيء مليح. خير ديال مولانا ديال هذا الشيء. كي داير سي عبد العزيز؟ مزيان. بخير اخويا. الله يرحمك. قول لي عافاك شنو كتبيع انت دابا؟ لا بونوتري مع الشطابات مع ميكا الطبلة مع السيكان. مع السيكان بونوتري كلشي يعني الشطابة تبارك الله. الشامبو حتى هو اللي قات تبارك الله. ميكا الطبيلات بنادم كيتحرك والكمال على الله. هذا اللي كاين. ها انتم ها ميكا ديال الطبلة هذه. السيكان شطابات الكراتات. انسان تيدير السبب وربي كيرزقو. زوق 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 تبيع. والله يسهل عليك اخويا. الله يجيب لك التيسير. كي داير اخويا بخير؟ صحه. دايره الخضره اليوم؟ الخضره خويا الثمن مناسب ورخيص. الثمنه مناسبه. 4 دراهم 4 دراهم. كلشي لاعب في 4. كلشي لاعب في 4. ولكن الفواكه بعدوا منهم. ها الفواكه مخليهم لدوك الناس اللي لاباس عليهم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله. شحال؟ 19100. نيشان نيشان 95 درهم. 95 درهم. 95. ها نشوف 19100. والمليح
لا المليح معروف بالمليح. 6 دراهم 6 دراهم معروف مصطفى بالمليح. مصطفى تبارك الفرش خدلاح تبارك الله. شحال بعتي دوك الرويصات هادو؟ راه كان بهم 4 دراهم. تبارك الله مزيان فني وفني. نعاود منين جاي هذا؟ جاي غير من السبت. هذا هي ديال السبت تبارك الله. واحد زوين. هذا كبير هذا. تبارك الله. 4 درهم باش كيبيع ديال البلاد. الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير. كبير كبير شتو ولا راس كبير. تاكلوا وياكلوا الجيران وياكلوا تنسى. تبارك الله تبارك الله. كي داير سي محمد؟ كي داير سي محمد؟ بخير. مبروك عواشركم اخويا. مبروك عواشر جاي حدا صاحبك اخويا. والله يسهل عليكم. هذا الشيء زوين هذا الشيء والله الا هذا فن. هذا محلي هذا. مرحبا سيدي. ما عندي من عطيك الجينه ولا نعطيك هذا؟ وازرق وبالثمن اللهم دير مليح بعدا. كي داير صاحب الوهاب؟ سيدي السلامة. كلشي مزيان؟ الحمد لله. اش داير اخويا العجل؟ العجل اخويا 95 90 90 غادي ان شاء الله يركب ال 100. الغلا كاين. كاين الغلا. كاين الغلا. السوق ما فيه ما فيهش تكافؤ. العرض والطلب كاين الطلب دابا. كاين فرق كبير. كاين الفرق كبير. العرض والطلب مقادين. والغنمي بروميير؟ الغنمي ديال بروميير راه طاح علينا ب 130 درهم. باش طايح؟ باش طاح علينا 130 درهم. الله. والماعز اش داير اليوم؟ الماعز حتى هو بين 120 130. 120 130. والله يجيب التيسير. الله يسهل اخويا. الله يجيب التيسير. والدينا وديها سي. واش هاد الناس مازال ما تياكلوا؟ مازال الغلا في السوق. الغلا؟ لا 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 سولت دابا قالوا لي حتى ال 11 11 وشو عاد تي. مازال شويه الحال. الحمد لله ان شاء الله. والله يسهل عليكم. الله يجيب لكم التيسير. داز دابا هنا لقيت مازال ما كانش التشنطيط مزيان يعني. والله يسهل. الله يجيب التيسير. كذا سي حسن بخير الله يحفظك. نعم بغيتي تاكل الكفته العنزي؟ ماشي عند السي عبد النبي كيدير الكفته داك الشيء عنده المليح. اييه كاين لا غش لا والو. تبارك الله. هادي العنزي دابا؟ العنزي العنزي. تبارك الله. انا كنت دابا كيلو لار كيلو. تبارك الله بالصحه والراحه. السوق السوق ديال السبت ولا حديت ميمون كناكل عند عبد النبي عنده الماكله الله يعمرها سلعه. ولاد جلول ياك؟ ولاد جلول. فين حميد خوك؟ كاين لاباس عليه. لاباس عليه. هاد الناس تيديروا داك الشيء زوين. تيديروا الماعز تيديروا داك الشيء زوين. كاين الناس ما عرفتش واش يبغيو يتصوروا ولا لا. المهم كفيته تيديروا داك الشيء مخير. المهم دابا السيده الشهاده لله. ها الماعز تيديروا داك الشيء زوين. ماعزو شحال كتحسبوها الكيلو؟ 90 درهم. 90 درهم. داك المره كليتها عندك ب 80 درهم. عقلتي في حدايه ميمون قبل العيد. قبل العيد كليناها ب 80. تزاد طلع السوق شويه. ها كاين الغلا. السوق بزاف قبل زيد عليها قبل العيد كاع. زيد العيد راه كان شويه دابا راه زيد على العيد كاع. الماعز دابا غلا من لا العنزي غالي بزاف. لا العنزي ولا العنزي. كاين الغلا. الله يسهل اخويا. الله يجيب لكم التيسير. الله يجيب التيسير. شكرا بزاف لحظة. كي داير السي مصطفى؟ بخير اخويا. ها السي خالد اخويا راه كي داير السي خالد؟ صحيحة. الله يحفظك اخويا. الله يسهل عليكم. جيتوا عند هذا الاخ هذا. تبارك الله. اش داير اخويا اللحم العجل اليوم؟ اللحم العجل حاجه مليحه دايره 90 درهم. داك الشيء فن تبارك الله. داك الشيء زوين سنان تبارك الله. فريخ زوين هذا. سنان الحليب تبارك الله. تبارك الله. حاجه مليحه. شحال داير اليوم؟ 90 درهم. 90 درهم. ها هو اللحم اليوم في السبت جحجوح داير 90 درهم. اليوم هو 6 شهر 7. تبارك الله عليك اخويا. الله يحفظك السي خالد. الله يسهل عليك. الله يجيب لكم التيسير. حتى كيلو ديال العنزي. العنزي هذا الماعز. الماعز. تبارك الله. اعتير السري وقسمو لي في النص. النص كامل بالكتف بالجيكو. بالجيكو بكلشي. خي 3 كيلو شويه. 3 كيلو شحال طاح؟ طاح شي 8 درهم و 400.
420 درهم. تبارك الله. بصحتك سيدي وراح. الصحة والراحة. كاينين القزارة كاين واخا. شوية الغنمي والماعز طالع في الثمن. تقريبا غادي ل 130. العجل راه باقي راسي في 90 درهم. المزيان العجل بروميان دلفن. كاين هاد القهيوات كامل زويونه وعندهم لا تيراس واحد البليصه مخيره. مشي تقلش شويه. لا 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 وهذا السوق ديال سبت جحجوح. اليوم السبت. اليوم هو السادس شهر 7. هذه 9:33 دقيقه. الجو زوين الجو لطيف ما وصلش 20 درجة على ما تنظن. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. كل شيء تبرع اليوم بجوج دراهم مباشرة من العصارة ب40. صحاب البرود صحاب ليكلاصو وهدا مباشرة. كل شيء شرب كل شيء تبرع اليوم بجوج دراهم. اعطي العصير الاول تهلا في الناس الاول. كل شيء شرب اللي عنده شرب اللي ما عنده شرب هو يشرب الاول. وبرضه بالاصفر